أحبتي في المسيح، يا مرحبا بكم في فقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح. اليوم بهذه الفقرة حنتناول مقولة المسيح البطرس يوم ان قال له رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون بالسيف يهلكون. هذه من متى 26 لآية 52. هذه الآية قالها المسيح بعد ما خانه واحد من تلاميذه اسمه يهوذا الأسخريوطي، وسلم المسيح عن طريق قبلة، متى 26-48. ولكن بطرس كان يبي يدافع عن المسيح، فأخذ سيفه وضرب الجندي الروماني وقطع له أذنه. فقال له المسيح هذه الآية: رجع سيفك. ومو بس كده، المسيح مد يده الكريمة ولمس أذن الجندي الروماني وشفاه ورجعت أذنه مثل ما كانت. لوقا 22-51. هذا التأمل نحتاج أنه نتوقف عنده كثير ونفكر كيف المسيح يبينا نتصرف، خصوصا في زمن مليان بالحروب والشرور. حرب في اليمن، وحرب في سوريا، وحرب في العراق، وتموين إرهاب، وتشريع تسليح الإرهاب من قبل محاور الشر وخدام الشيطان. ربنا يبي كل الخير للبشر، ولكن الشيطان والعياذ بالله يشعل حروب ونزاعات علشان يمشي بضاعته وتجارته اللي هي نار جهنم وقودها الناس والحجارة. تخيل لو أن هذه المليارات اللي انصرفت على الحروب والتسليح، لو أنها انصرفت على تطوير الخدمات الطبية والأبحاث العلمية والتكنولوجيا، كيف حيكون وضع الناس وقتها؟ تخيل، أكيد حنكون في عالم مليان بالفرح والسرور والسلام، لأن هذه هي مشيئة الله للبشر، أن تعيشوا بسلام المسيح. وأفكار الله للبشر أفكار سلام ومش حروب. أرمياء 29-11، المسيح يقول رجع سيفك. المسيح ما يبينا نقاوم الشر بالشر، لأن هذا أكيد حيخلي العدو يزيد من ضرباته وانتقامه، وهكذا يستمر الشر ويزيد ويكتر حاجة اسمها الثأر. ولكن يسوع يبينا نحكم المنطق والعقل. حنا كنا نتسلح من عشرات السنين وما في أي شيء حققناه، خصوصا حنا العرب ودول الخليج نحب نصرف كثير على الأسلحة، المليارات من الدولارات، وطبعا بدون أي فائدة. بالعكس، احنا سببنا مآسي، احنا سببنا مآسي في سوريا، في العراق، في اليمن، وما أدري الدور على مين بعدين. وكان بالسلاح بيحميك. لا يا حبيبي، لا يا عزيزي، اللي يحميك هو يسوع المسيح. لما تسمع كلامه هو يقول لك سلاما أترك لكم، سلاما أعطيكم، يوحنا 14-27. أبويا الله يرحمه كان يقول الكلمة تلين الصخر، والكلمة الزينة تقدر تكسب فيها أي شيء ما قدرت عليه بالمحاكم والشرطة. الجنرال الليمبي لما دخل القدس فاتحا قال له الشاعر أحمد شوقي هذا البيت: يا فاتح القدس خلي السيف على جنب، فإن الصليب لم يكن حديدا بل من خشب. تعالوا شاركوني نفس واحدة ونصلي ونقول: يا رب، يا يسوع، جايين لك بكل حروبنا ومشاكلنا وكل مرارة نفس، نبيك يا رب تشفينا من الداخل وتعطينا كلامك أنت يا رب، لأنه كلامك لما نتكلم به نحصل على السلام الداخلي. يا رب سلام لأجل بلادنا، يا رب سلام لأجل سوريا، يا رب سلام لأجل العراق، سلام لليمن، سلام لمصر، سلام لتونس، سلام للجزائر، سلام للمغرب، سلام للخليج. سلام إله السلام يحل على بلادنا وفي بيوتنا وقبائلنا بالمسيح يسوع. آمين.
الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، اتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ما جت الأمم هاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. من وقت كنت ولد صغير وأنا متشوق جدا وأتمنى أشوف التوراة كتاب اليهود أو أتعرف عليه، وكان هذا بسبب آية قرآنية تقول: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذه قصة قرآنية ملخصها أن النبي سليمان حب يجيب عرش ملكة سبع، فسأل الموجودين في مجلسه من الإنس والجن عن مين يقدر يجيب له. ومثل ما نعرف كمسلمين أن الجن كانوا مسخرين لخدمة النبي سليمان، فقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وهذه طبعا قوة خاصة وغير عادية يتمتع فيها هذا العفريت، لكن في نفس الوقت وقف واحد رجال عادي من بني إسرائيل لا يملك سوى مجرد علم من الكتاب واللي هو التوراة، وقال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فعلا قدر يجيب العرش في طرفة عين واحدة، فكنت مبهور بقوة هذا الكتاب العجيب اللي بمجرد علم منه قدر هذا الرجل يجيب عرش ملكة سبأ في لحظة. وزاد اشتياقي أكثر وأكثر لما سمعت وشفت بعض آيات الإنجيل اللي كان يكتبها الأخوة المسيحيين في البالتوك عن المحبة والرحمة والحكمة، ولأني قررت أبحث عن الله فكان ضروري جدا أقرأ الإنجيل والتوراة، فاغتنمت هذه الفرصة علشان أتعرف عليهم. وكنت أعتقد أنها عدة كتب متفرقة، وأن المسيحيين عندهم الإنجيل واليهود عندهم التوراة، أما الزبور فما كنت صراحة أعرف بالضبط من فين أجيبه. فرحت إلى دولة مجاورة أعرف أن فيها كنيسة ومكتبة مسيحية، وبدأت أبحث فيهم عن التوراة وعن الإنجيل وعن الزبور. فلما دخلت المكتبة وطلبت من الأخ اللي شغال هناك يعطيني التوراة والإنجيل، تفاجأت أن كل الكتب اللي كنت أبحث عنها موجودة في كتاب واحد بس اسمه الكتاب المقدس، فيه التوراة وفيه الزبور وهم فيه الإنجيل وفيه أكثر مما كنت أتوقع. فكانت صراحة صدمة لي، يعني صدمة أني عرفت
أن الكثير من عامة المسلمين ما عندهم حتى أبسط المعلومات عن كتب لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان بها كركن أساسي من أركان الإيمان الست، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ألا أن المسلمين ممنوعين منهم ومحرومين من التعرف عليهم. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أقدم لكم اليوم نبذة مختصرة عن كتابي المقدس، أشرح فيه أقسامه وإيش ممكن نعرف عنه. وكمعلومات أولية عن الكتاب المقدس، فإن الكتاب المقدس هو أقدم كتاب لم ينقطع تداوله في العالم، وهو أكثر كتاب يمتلك مخطوطات قديمة، وهو الكتاب الأكثر قراءة وتوزيع في تاريخ البشرية، والوحيد اللي ترجم لأغلب اللغات البشرية، حيث ترجم لألفين لغة تقريبا، وطبع منه أكثر من 6 مليارات نسخة، وهو أكثر كتاب أوحى برسم لوحات فنية أو مقطوعات موسيقية أو شعر أو أدب أو مسرحيات أو أفلام أو أكثر، وهو أكثر كتاب صدرت عنه دراسات وأبحاث وكتب جانبية، وهو يبدأ بسفر التكوين وينتهي بسفر الرؤية، وأول جملة فيه تقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وآخر جملة فيه تقول نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين. فالكتاب المقدس كتاب موحى به من الله، ومش مجرد كتاب كتبه رجال الله على مر العصور بس، لكن الله هو الذي اختار هؤلاء الرجال وأوحى إليهم بالروح القدس ما أراد لهم أن يكتبوه، تاركا لكل واحد ثقافته وأسلوبه الخاص اللي يعبر به عما أوحى به الله إليه. يقول الرسول بطرس بالوحي المقدس في رسالته الثانية 1:21، لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين، العهد القديم والعهد الجديد، ويتكون من مجموعة كتب صغيرة اسمها أسفار، وعددها 66 سفر، 39 سفر في العهد القديم و27 سفر في العهد الجديد، ويحتوي كل سفر على وحدة أصغر منه اسمها إصحاح، وكل إصحاح يتكون من وحدة أصغر منه وهي الآية، فتعتبر الآية أصغر وحدة في تكوين الكتاب المقدس. تمت كتابة الكتاب المقدس خلال فترة تجاوزت 1500 سنة، واشترك في كتابة هذا الكتاب العظيم أكثر من 40 كاتب كتبوه في أماكن مختلفة وأزمان متباعدة وثقافات وخلفيات متغيرة عن بعضهم البعض، فمنهم مثلاً الطبيب، ومنهم الفيلسوف، ومنهم الملك، ومنهم الرجل البسيط، ومنهم الصياد، ومنهم الراعي. ومع طول الفترة اللي كتب فيها ومع كثرة الكتاب اللي شاركوا في كتابته، على أنه منسجم ومتناغم ومتماسك ويمشي في اتجاه وموضوع وخط واحد. فتصور 1500 سنة وأكثر من 40 كاتب، على أنك تجده متطابق تاريخيا واجتماعيا ونفسيا وروحيا وثقافيا وموضوعيا بشكل رائع، ولا عجب، فمصدره واحد هو الله سبحانه. فالعهد القديم يسمى التناخ، ويؤمن باليهود والمسيحيين، ويتكون من أسفار التوراة أو كتب موسى الخمسة، وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، وتتكلم عن بداية خلق الله للكون وخلق آدم وحواء ووقوع آدم في الخطية، ويذكر وعد الله لإبراهيم وخروج بني إسرائيل من مصر وبداية الشريعة والأحكام وعلاقة الله مع بني إسرائيل. بعدها تأتي الأسفار التاريخية، وتليها أسفار أو كتب الحكمة،
وفيها المزامير اللي هو الزبور، وفيها سفر الأمثال وكتبه النبي سليمان، ثم تأتي أسفار الأنبياء الكبار ومن بعدها أسفار الأنبياء الصغار، وبعد العهد القديم يجي العهد الجديد أو الإنجيل، وهو الكتاب الذي يؤمن به المسيحيين. والإنجيل يعني ككلمة البشارة السارة أو الخبر السار، ويبدأ بالأناجيل أو بالبشارات الأربعة: إنجيل متى، إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. وهنا يحتاج أوضح أن مفهوم الوحي الكتابي في المسيحية يختلف عن مفهوم الوحي في الإسلام. فمفهوم الوحي في الإسلام هو وحي منزل من الله حرفيا. شلون حرفيا يعني؟ يعني كلمة كلمة وحرف حرف. أما الوحي في المسيحية فليس وحيا تنزيليا حرفيا، وإنما وحيا تاريخيا يقوم على أسس تاريخية ويرتبط بأحداث التاريخ، وينتقل بواسطة شهود شفاعة وكتابات بمختلف الفنون الأدبية. ففي الوحي المسيحي لم يعد العهد الجديد عهد حرف، بل عهد روح. فسجل الأنبياء نبواتهم مش عن اجتهاد بشري أو تفسير خاص فيهم، لكن بوحي من الروح القدس. فكتب عنها متى ولوقا ومرقس ويوحنا، وكل واحد بأسلوبه وثقافته وزاويته المعينة، لكن كلهم كتبوه مسوقين بالروح القدس. وعشان كذا كل مرة يسمع فيها إخوان المسلمين عن أربعة أناجيل يروح فكرهم على طول إلى أنهم أربع نسخ مختلفة من الإنجيل الأصلي، مطبقين نظرياتهم وفهمهم الإسلامي للكتب السماوية. ومن خلال الإنجيل بنتعرف على شخصية أعظم من سكن ومشى على هذه الأرض، نتعرف على شخصية السيد المسيح وميلاده وتعاليمه وبشارته وأهداف تجسده على الأرض، وإيش قال عن نفسه، وليش جاي، ومين أتباعه، وكيف نكون منهم ونمشي معاه في رحلته من ولادته مروراً بصلبه وموته وقيامته من الأموات ورجوعه إلى السماء اللي هو جاي منها. وبعد البشارات الأربعة يأتي سفر أعمال الرسل، واللي يتكلم عن بداية الكنيسة الأولى ومرحلة النمو والاضطهاد وحلول الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، وتحول اليهودي شاول الطرطوسي أحد أكبر المضطهدين للكنيسة وللمؤمنين المسيحيين إلى بولس الرسول، رسول المسيح، وقصة لقاء بيسوع. وعندها تأتي وبعدها تأتي رسائل الرسول بولس الموجهة لشعب الكنيسة في أماكن متفرقة والخلفيات مختلفة، وعددها 14 رسالة. يجي من بعدها 7 رسائل لباقي الرسل، وينتهي كتاب الله المقدس بسفر الرؤيا. إذن 66 سفر تسمى بالأسفار القانونية التي اعتمدتها الكنيسة، وهذا ما يعني أنها أصبحت أسفار إلهية بس لأن الكنيسة اعتمدتها، ولكن الكنيسة أصلاً اعتمدتها لأنها فعلاً أسفار وكتب موحى بها من الله. فوحي الله سبق اعتمادها من الكنيسة، واللي رفضت أسفار كثيرة منحولة ومفترى على الله افتراء واضح، وتحمل في طياتها أخطاء واضحة وصريحة تاريخياً وثقافياً وفي الشخصيات والأماكن، بل إن بعضها كتب بقرون طويلة بعد السيد المسيح، مثل إنجيل برنابا وإنجيل الطفولة وغيرهم. وفي تجربة شخصية قررت مرة من المرات أقرأ الكتاب المقدس وأحط خط تحت كل جملة أثرت فيني أو تعلمت منها حكمة أو شيء مفيد. وصدقوني بعد انتهائي من التجربة وجدت أني حطيت خط تحت كل جملة وحرف في هذا الكتاب العظيم. وأنا اليوم أدعوك عزيزي المسلم للتعرف على كلمة الله والاستمتاع بها، ومحاولة التعرف على الله المحب وكيف تعامل مع شعبه بكل سلام ومحبة. وفي الختام أشكر لكم حسن مشاهدتكم، وأشوفكم على خير وفي أمان المسيح.
أحبتي في المسيح، أحييكم بتحية المسيح اللي تقول سلام ونعمة الرب معكم جميعا. اليوم في فقرتكم الخاصة ومن روائع الإنجيل حنتناول موقف المسيح من الابن الضال، أو زي ما حنا نقول هذه الأيام الورع الداشر أو الولد الصايع أو الضايع. هذه القصة مذكورة في إنجيل لوقا الإصحاح 15 والآيات 11 إلى 32. هذه قصة رائعة تبين مدى وسع صدر ربنا وتقبله للخاطئ مهما كان ومهما فعل، وكمان تفيدك إذا كان عندك ولد ضايع ومش عارف إيش تسوي معه. أشجعك أنك تستمر بمشاهدة هذه الحلقة، لأنك بالتأكيد حتسمع كلام مهم جدا يساعدك عشان ترجع وترجع ولدك الضال هذا، وتساعدك علشان ترجع لربنا بتوبة حقيقية وتكون واثق انه حيفتح لك الباب ويستقبلك بكل فرح. حنا المسيحيين دايما نسمع ان الله محبة. ايش يعني محبة؟ المحبة مرتبطة بشكل قوي بالرحمة والشفقة. لاحظ انه بنفس الاصحاح كان المسيح يتكلم مع العشارين والخطاة اللي ما حد يجالسهم ولا يخالطهم احد ولا حد يدانيهم علشان سمعتهم السيئة، ولكن المسيح غير. هم بعد هذا الولد الضايع هو الابن الاصغر حسب هذه القصة، طلب من ابوه حصته بالميراث، وكأنه يقول لابوه انا مش بحاجة لك، حاعتبرك يا أبويا كأنك مت علشان أورثك بالحياة. فضيحة، هذا ولد ضايع وغضيب والدين حسب عرفنا حنا العرب وتقاليدنا، خصوصا أن هذا الولد أخذ حصته بالميراث عشان يصرفها على الخمور والعياذ بالله والملذات والرقاصات، هذا اللي خلاه يروح لديرة بعيدة علشان يصيع وما حد يعرف عنه حسب الآية 13. المهم هذا الولد صرف كل قروشه وصار فقير ومحتاج، لدرجة أنه صار يحسد ويتمنى أنه يكون محل واحد من السواقين أو الخدم اللي عند أبوه حسب الآية 17. هذا الولد كان قدامه خيارين، إما أنه يستمر بالمعاصي ويصيع أكثر وأكثر إليه ما يضيع نفسه، أو الخيار الثاني أنه يتوب ويرجع لبيت أبوه اللي يحبه موت، أبوه اللي أعطاه حصته بالميراث على الرغم أنه لسه عايش. هذا الولد لحسن الحظ شعر بالذنب ورجع لبيت أبوه علشان يطلب منه السماح. أبوه أول ما شافه جاي ركض لعنده وحبه وعانقه وضمه لصدره حسب الآية 20، وذبح الذبايح وفرح جدا برجوع ولده لعنده. لكن الأخ الكبير كان مو مبسوط، لأنه يقول أنا ماشي حسب القانون وحسب تربيتك يا أبويا، يا أبويا مش عدل أنك تكرم أخويا الصغير اللي ضيع قروشك على الحريم والملذات وتنساني أنا اللي عايش طول عمري أخدمك وأسمع كلامك حسب الآية 29. يعني الابن الكبير ممكن يكون أي واحد مننا بصراحة، حنا بسهولة ندين الخاطئ لمن يبي يتوب ونقارن نفسنا به علشان نشوف نفسنا عليه، لكن ربنا يشوف الأمور بشكل مختلف. لسان حال ربنا يقول مثل ما قال أبو هذا الولد الضايع، قال للولد الكبير إيش لما انزعل؟ قال له يا ولدي أنت دايما معايا وأنا مش قلقان عليك، ولكن لزوم نفرح اليوم عشان أخوك الصغير كان صايع ضايع لكنه اليوم تاب ورجع لرشده ولبيته. حبيبي أنا عمري ما ترجيت أحد، لكني أرجوك إذا جاك ولدك الصايع وطلب منك السماح سامحه واغفر له وافرح به. تخيل انك انت الولد الضايع وجيت لعند ربنا وطلبت منه المغفرة،
ايش تبي ربنا يقول لك؟ هم بعد انت قول نفس الشيء لولدك او بنتك لما يتوب ويرجع للبيت. صلاتي انه ابونا السماوي يملأكم جميعا ويفيض عليكم بمحبته في قلوبكم بالمسيح يسوع. امين.